حتى تتأكد من عظمة هذا الشهر، فإني أذكر لك وأذكرك بأنه الشهر الوحيد الذي سماه الله في القرآن، ليس في القرآن اسم ذي الحجة أو اسم شوال أو اسم رجب، ولكن في القرآن التنصيص على اسم رمضان. قال عز شأنه العظيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وإنما أفرد هذا الشهر بالذكر لما نزل فيه وهو القرآن، فهو لهذا أشرف الشهور، فأعد نفسك لاستقباله استقبالا يليق به، عقيدة صحيحة وخلقا قويما، والله المستعان.